معي في هذا اللقاء كما ذكرنا سيد رانا ميتر ونتحدث أكثر عن وضع الصين. Hi, how are you? Very nice to be here. Yeah, I'm talking about China today. If we look actually about الصين اليوم, إذا نظرنا إلى البنك المركزي الصيني هو حاول وعدة مرات أو خمس مرات على الأقل يخفض حاول بالأحرى تخفيض أو تغيير القواعد بالنسبة للقطاع المصرفي. هل تعتقد بأن المصرف يبذل قصارى جهده؟ أعتقد أن بنك الشعب الصيني في وضع ملفت وصعب، فمن جهة هناك طلب على تحرير الاقتصاد الصيني، هذا يعني بأنهم يجب أن يجعلوا الأسواق أكثر شفافية وأن يضمنوا بأن تكون الظروف مناسبة، وتحديدا القطاع المصرفي في الظل الذي لديه ديون كبيرة، لكن هناك عوائق سياسية وظروف سياسية تعني بأنه في بعض الأحيان يبدو وكأن المصرف يخدم الأسواق والسياسيين في الوقت ذاته، وهذا يصعب عليه الأوضاع. كيف ستسير السياسة الصينية وتحديدا في الجانب السياسي؟ أقصد لدينا وضعان، الوضع السياسي والوضع المالي، فما هو الغالب بالنسبة للبنك المركزي الصيني وكيف سيكون الوضع المالي في الصين هذا العام؟ خلال هذا العام سيكون لدينا علامات أكبر على تحرير الاقتصاد الصيني، وهذا الأمر سيستمر في السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، لكن هذا الأمر يحصل بشكل متوازي مع التغيير السياسي، وبالتالي قد نرى وضعا غريبا، فالنظام السياسي سيصبح أكثر تشددا وأكثر تضييقا، وسيكون هناك حريات أقل، لكن في الوقت ذاته سوف تكون الأسواق أكثر حرية، والسبب في ذلك هو المصاعب السياسية المرتبطة بتحرير الاقتصاد الصيني بما في ذلك تسريح العمال في السنوات المقبلة. سمعنا البارحة بأن الحكومة الصينية تتحدث عن تسريح 6 ملايين عامل في السنتين أو السنوات الثلاث المقبلة. هل تعتقد أن هذا الأمر يخلق فرص جديدة وخاصة أن الصين تحاول زيادة عدد فرص العمل؟ نعم، حاليا هناك ملايين الناس الذين سيفقدون وظائفهم خلال فترة التحول الاقتصادي في السنوات المقبلة. طبعا الصين ستخلق فرص جديدة بما في ذلك تعزيز قطاع الخدمات وإضافة صناعات تقوم على القيمة المضافة، وهم ينفقون على الأبحاث والتطوير، لكن هذا الأمر سيستغرق وقتا، وخلال هذه الفترة سيكون هناك توترات بين الناس الذين يفقدون وظائفهم والوظائف الجديدة التي سوف تخلق في السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة. ما هي القطاعات التي تعتقد أن الحكومة سوف تركز عليها وتطورها في السنوات المقبلة لتطوير الاقتصاد؟ هناك عدد من المجالات، لكن هناك مجال مهم سوف يركزون عليه وسيستثمرون فيه وتحديدا الطاقة. طبعا معدل النمو في الصين أبطأ، لكن الصين بحاجة إلى إنتاج سلع وخدمات وهي بحاجة إلى طاقة، لذلك يجري تطوير الطاقة الشمسية، والصين تضع الكثير من الموارد في هذا القطاع.